هي أجواء كواليس حفل افتتاح الطبعة 13 لمهرجان الأغنية السيمفونية. في هذه اللحظات فريق أوركسترا الصين يتجهز قبل الصعود على ركح أوبرا بعلم بسايح لاكتشاف الجمهور الجزائري. في القاعة المحاذية طاقم أوركسترا الجزائر يضع آخر اللمسات. Notre travail, c'est surtout cette fois-ci, il est difficile. C'est un programme très difficile. On essaie de faire de notre mieux, inshallah. On a deux chefs d'orchestre, notre maestro Saïd El Tfi, et on a le chinois, inshallah, il joue le hafl, inshallah, comme on l'espère. Inshallah, madabina, on donne le mieux de nous. يرفع الستار ويبدأ العرض لتطلق أنامل العازفين العنان وتصدح الحناجر روعة وإبداعا. المهرجان هذا العام عرف مشاركة 14 دولة، الصين ضيف الشرف. الجزائر ستعيش حدث غير عادي استثنائي، لأن هي راهي اليوم عاصمة للموسيقى السيمفونية مع 14 دولة، ضيف شرفية جمهورية الصين الشعبية، وأعطينا أهمية كبيرة للتكوين. طابع المالوف بدوره سيكون سفير الأغنية الجزائرية في المهرجان ممثلا في الفنان عباس ريغي، وراح يشارك أيضا معنا 45 موسيقي صيني و50 موسيقي جزائري و40 من أعضاء الكورال هذوك من الجزائريين، يعني راح نكونوا تقريبا 135 فنان على الخشبة. هذه المرة يعني أنا والأستاذ عبد القادر البوزارة قال لي ولي ما لا نجيبوا يعني الفنان عباس ريغي، هكذا يعني نصدروا الموسيقى تاعنا الجزائرية، يزيدوا يعرفوا أكثر ماشي غير الموسيقى، حتى يعني نشوف نوروا القدرات تاع الفنانين تاعنا. بروغرام جوست اكستراوردينير لي دونس بولوفتيان تاع دو انيكسي دو برنس إيغور Carmina Burana et aussi un grand répertoire malouf avec la voix de Lidjana Constantine et Abbas Riri, donc une voix extraordinaire donc, qui va être l'ambassadeur de la culture algérienne. Le جمهور الذواق والعاشق للأغنية السيمفونية سجل حضورا قويا في حفل الافتتاح، فبقدر تنوع الوصلات الموسيقية المعزوفة تعددت الجنسيات التي غصت بها قاعة الأوبرا. Nous sommes très contentes de participer à cet événement musical. Et en effet, c'est pas seulement un événement musical. Ça nous aide aussi à rapprocher les peuples chinois et aussi algériens. J'aime bien la culture comme ça. C'est la première fois que nous avons fait حفل أوبرا. أعجبت بالأداء اللي داروه فرقة الأوركسترا والتمازج بين الثقافات الصينية والجزائرية. المزج بين الثقافة الصينية والجزائرية رائع جدا، حاجة جديدة، حاجة ماشي متعودين عليها. الجمهور ما شاء الله. قاعة أوبرا الجزائر بعلم بالسايح ستكون مقصدا كل ليلة لعشاق الفن الكلاسيكي، وهذا إلى غاية 22 من شهر مايو.